أهلا بكم. تلتئم اليوم الثلاثاء في العاصمة الليتوانية فيلنيوس قمة الحلف الأطلسي، قمة سيطغى عليها رد الحلف على العملية العسكرية في أوكرانيا وأيضا بحث طلب انضمام كييف إلى المنظومة. كما ستركز القمة على ملف العضوية السويد، خاصة بعد تأييد أنقرة انضمامها إلى الحلف شريطة قبول انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. القادة الغربيون سيبحثون أيضا مسألة النفقات العسكرية وخطط الناتو الاستراتيجية، خصوصا وأن الحرب في أوكرانيا دفعت الحلف إلى مراجعة شاملة لأنظمته الدفاعية على جبهته الشرقية، في وقت قال الكرملين الروسي إنه يراقب قمة الناتو عن كثب. فهل يواصل الحلف سياسة محاصرة روسيا؟ وما تأثير هذه أو كيف سترد روسيا أولا على مخططات الناتو التوسعية؟ وما تأثير هذه الخطوات على تطورات الأحداث في أوكرانيا؟ وتتابعون في نبض العالم أيضا، الجيش السوداني يقاطع قمة إيجاد، فبينما تدخل المواجهة المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شهرها الثالث، تطفو على السطح بوادر فشل مبادرة الإيجاد لحل الأزمة السودانية، فشل اعتبره مراقبون للشأن السوداني بغير المفاجئ بالنظر إلى موقف الخرطوم من الآلية الرباعية لمنظمة إيجاد واعتراضها ابتداء على رئاسة كينيا لهذه الرباعية، إضافة إلى تحفظات لم تراعها المنظمة لتضاف قمة إيجاد إلى سلة الوساطات والمقاربات الفاشلة في حل الأزمة السودانية. فلماذا فشلت كل مساعي حل الأزمة السودانية إلى الآن؟ هل سينزلق السودان إلى تون حرب أهلية طاحنة؟ وهل وصلت الأزمة إلى نقطة لا عودة؟ عدد جديد من نبض العالم، أهلا بكم. أهلا بكم من جديد. تتجه دول حلف شمال الأطلسي نحو اعتماد أولى خطط دفاع شاملة للحلف منذ نهاية الحرب الباردة لمواجهة أي هجوم روسي. وتنطلق قمة الحلف في فيلنيوس التي ستستمر يومين وسط انقسامات بين أعضائه بشأن انضمام أوكرانيا للتكتل وظروف دولية ترفع التوتر في الجهة الشرقية لأراضي الحلف. President Truman signs the proclamation putting the Atlantic Charter into effect. 74 عاما مرت على توقيع الرئيس الأمريكي هاري ترومان على ميثاق الأطلسي، معلنا بذلك تأسيس حلف الناتو أكبر التكتلات العسكرية في العالم، حلف منذ نشأته عرف بتبنيه سياسة هجومية محضة بتدخله في مناطق متفرقة من المعمورة في أفغانستان، العراق، ليبيا، ووصولا إلى سوريا. عقود من الزمن لم يكن فيها حلف شمال الأطلسي في حاجة لتبني استراتيجيات دفاعية واسعة النطاق، إلى أن بدأت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا التي اعتبرها الحلف تهديداً وجودياً لكافة الأعضاء.
سنتخذ بعد القمة مزيدا من الخطوات لتعزيز سياسة الردع لدينا بوضع ثلاث خطط دفاعية جديدة لمكافحة التهديدات الرئيسية روسيا والإرهاب، الخطة الأولى للشمال والمحيط الأطلسي والأخرى لأوروبا الوسطى، أما الثالثة فلمنطقتي البحر المتوسط والبحر الأسود. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اعتبر نشر روسيا أسلحة نووية تكتيكية ببيلاروسيا تهديدا مباشرا لأعضاء التحالف، مشددا على الرد السريع في حال أي ضربة نووية محتملة. الخطاب النووي لروسيا خطير ومتهور. يجب أن تعرف روسيا أن الحرب النووية لا يمكن كسبها مطلقا. يراقب حلفاء الناتو عن كثب ما تفعله روسيا، وندين الإعلان عن نشرها أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا. حتى الآن لم نشهد أي تغييرات في وضع الانتشار النووي الروسي الذي يتطلب أي تغييرات من جانبنا، لكننا نظل يقظين وسنضمن بالطبع أن نكون مستعدين لحماية كل حليف في الناتو والدفاع عنه ضد أي تهديد محتمل. روسيا، التهديد الأول لحلف شمال الأطلسي، كانت تلك أبرز مخرجات قمة مدريد العام الماضي، ونصت على نقل مخزونات الذخائر والإمدادات إلى الجبهة الشرقية للناتو، وكذلك رفع عدد القوات المتأهبة ل400,000 على الحدود مع أوكرانيا، لتأتي قمة فيلينيوس وتكرس استراتيجية دفاعية حديثة تشكل تحولا تاريخيا في أداء التكتل منذ نهاية الحرب الباردة. وللحديث عن الموضوع بالتحليل والنقاش أرحب بضيفي عبر خدمة سكايب من تونس الكاتب والمحلل السياسي نصر الدين بن حديد، ومن رام الله المحلل السياسي راسم عبيدات. أهلا بكما ضيفي، وأبدأ معك النقاش. ضيفي من تونس نصر الدين بن حديد، حلف الناتو يتبنى لأول مرة خطة دفاع شامل منذ الحرب الباردة. الأمين العام للحلف ستولتنبرغ قال في وقت سابق بأن التهديدات الروسية تشكل أكبر إصلاح شامل لدفاع الحلف الجماعي وردعه منذ الحرب الباردة. كيف سترد برأيك روسيا على هذه الخطوة أستاذ بن حديد؟ بدأ التحية لك والأستاذ راسم لجميع المشاهدين. أهلا. وجب الجزم بدءا أن منظمة الحلف الأطلسي أو شمال الحلف الأطلسي منظمة وظيفية أكثر منها منظمة وجودية، لأنها أداة في يد الولايات المتحدة، ودليل ذلك أن خروج أمريكا من أفغانستان جعل الرئيس الفرنسي ماكرون يقول أن الحلف في حالة احتضار. سبحان الذي حول الحلف من حالة احتضار إلى حالة نشاط كبير الآن. أعتبر أن الحلف مجرد أداة في الولايات المتحدة، ومن ثم وجب النظر إليه هكذا. ما يجري في ليتوانيا الآن هو إعادة تقييم أو إعادة تقويم للمسار هذا الحلف كي يصبح أكثر فاعلية في شمال أوروبا، خاصة وأن هذه الدول ترى أو تعتبر أنها مهددة بهجوم روسي، سواء ليتوانيا أو وحتى السويد التي التحقت أخيرا بهذا الحلف نظير موافقة تركية. واعتبر أن هذا الحلف الآن هو حلف يريد أن يتوسع أكثر، هو حلف يريد أن يشمل اليابان ويشمل نيوزيلندا الجديدة. هناك الآن تفكير في إعادة برمجة هذه التحالفات لتذهب إلى أي مكان في العالم يهدد مصالح الولايات المتحدة فعلا، ويهدد ظاهرا مصالح الدول التي هي شركة في الحلف. كما قلت زميلي وقدمتم في التقرير أن هناك مشاكل جمة وعدم توافق واتفاق بين جميع المشاركين. أعتبر أن هذا الاتفاق، عدم الاتفاق، هو دليل على عدم نضج الفكرة الآن الموجودة حاليا. هناك دول الآن شبه مجبرة على البقاء داخل الحلف، ومنها دولة ألمانيا التي هي ليست مع مدد كير بالقنابل العنقودية التي سيكون لها أثرا كبيرا. واعتبر أن الآن يبحث عن مصيره ومساره أكثر من ما يبحث عن فاعليته. طيب، أذهب إلى من رام الله ضيفي المحلل السياسي راسم عبيدات. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خاض الحرب ضد أوكرانيا بهدف تقليص حجم الناتو. اليوم يحدث أو يحصل العكس تماما، فنلندا تنضم إلى الحلف رسميا في أبريل الماضي، والسويد في طريقها للانضمام. ماذا يعني هذا، وكيف برأيك سيكون الرد الروسي على هذه الخطوات المتعاقبة للحلف أستاذ؟
نعم، كما قال ضيفك من تونس، فأنا أعتقد بأن هذا الحلف هو حلف وظيفي، وبالتالي هذا الحلف الذي يجري تفعيله هو بيد الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية بعد هزيمتها من في أفغانستان وخروجها المذل وتراجع الدور الأمريكي على مستوى العالم والمنطقة والإقليم، واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية التي خاضت الحرب في أوكرانيا ضد روسيا، لأنها تدرك تماما أن روسيا بتحول روسيا كانت تريدها أن تبقى دولة عالم ثالثية، وبالتالي هي كانت تريد محاصرة روسيا وإلحاق الهزيمة بروسيا من خلال تمدد حلف الأطلسي إلى حلف الناتو إلى حدودها الشرقية، وهذا يشكل تهديد أمني إلى لروسيا بشكل مباشر. وأنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية التي مع أوروبا الغربية التي زودت النظام الأوكراني بكل أنواع الأسلحة من دبابات ليوبارد الألمانية وعربات برادلي، وبالإضافة إلى الطائرات والصواريخ الأمريكية والبريطانية وكل العتاد العسكري، قد نجحت في إلحاق الهزيمة في روسيا، بالإضافة إلى آخر ما تفتقت عنه الإدارة الأمريكية في سبيل مصالحها وأهدافها بتزويد نظام كييف بالقنابل العقودية المحرمة دوليا، وهذا يثبت أن الولايات المتحدة الأمريكية في سبيل أهدافها ومصالحها مستعدة على الدوس على كل ما كانت تتبجح به بالحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية. وعندما طيب في ظل هذه المعطيات أستاذ عبيدات، إلى أين تتجه الأوضاع فيما يتعلق بالحرب العسكرية في أوكرانيا، خاصة خلال إقدام واشنطن تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية؟ أعتقد أن هذا سيغلق باب التفاوض، وبالتالي روسيا ستقوم على الأقل بتوسيع دائرة الحرب ضد النظام الأوكراني، بالإضافة أنه قد تلجأ إلى استخدام القنابل النووية التكتيكية، وخاصة أنها قد نشرت هذا السلاح في دولة روسيا البيضاء بيلاروسيا، وبالتالي عندما يتوسع الحلف باتجاه حدودها الشرقية ويصبح قريب من غرف نوم القيادة الروسية، فهذا يعني أن القيادة الروسية هي لن تسمح بأن يتهدد وحدة وسلامة أراضيها ولا الأمن القومي الروسي. ومن هذا المنطلق أعتقد بأن ليتوانيا وبولندا ستكون في أولويات الأهداف الروسية في إطار الحرب التي تجري طيب. في أوكرانيا بين الولايات المتحدة الأمريكية و حلفائها من الأوروبيين الغربيين، ولذلك بوتين هو يدرك تماما حجم التهديد الذي يتعرض له من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة كما قلت لك أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تمنع ولادة عالم متعدد القطبية بأي شكل من الأشكال. طيب، رسالة وصلت أستاذ راسم عبيدات. أعود إلى الأستاذ نصر الدين بن حديد. الاتحاد السوفيتي خاض حربا ضد فنلندا في عام 1939، ومع ذلك بقيت خارج الناتو طوال فترة الحرب الباردة. ستولتنبرغ قالها أيضا في وقت سابق بأن الرياح تأتي بما لا يشتهي الجانب الروسي اليوم، من جاز التعبير. كيف تقرأ هذه التطورات أستاذ بن حديد فيما يتعلق بقضية انضمام فنلندا والطريق للسويد للانضمام في قادم الأيام، خاصة بعد قرار أنقرة فيما يتعلق بالسماح أو تأييد انضمام السويد للناتو؟ على المستوى التاريخي، الدول الإسكندنافية عامة كانت بعيدة عن الحروب الباردة أو الحرب الباردة، لكن بعد سقوط جدار برلين وتفكك الاتحاد السوفيتي صعدت نخب متأمركة وتحت السيطرة الأمريكية، جعلت هذا الانضمام ممكنا. حين سبق هذا الانضمام حديد المناورات التي قام فيها الولايات المتحدة مع بعض بلدان الدول الإسكندنافية وانضمام دول البلطيق، وبالتالي اعتبر الولايات المتحدة تريد توسيع دائرة الإحاطة
بروسيا على اعتبار أنها الخطر القادم الذي تراه في روسيا ومن بعدها الصين. وجب النظر إلى شيء على قدر كبير من الأهمية، أنه عام 91 بنزول الجيوش الأمريكية في الشرق الأوسط دش أن المحافظون الجدد حينها دورة أو فترة التدخل العسكري المباشر من قبل الولايات المتحدة. الآن هناك تدخل عسكري أمريكي لكنه بصفة غير مباشرة. أمريكا في أوكرانيا ستقاتل روسيا إلى آخر أوكراني وحتى آخر أوروبي، لكن أمريكا لن تدفع بجندي واحد من جنودها، واعتبر أن أمام إعادة هيكل نظرية الولايات المتحدة وعلى أساسها سيعاد بناؤهم بصدد بناء الاتحاد الأوروبي على المستوى الاقتصادي وحل شمال الأطلسي على المستوى العسكري. ناهيك أن هذان الاثنان من وجه الواحد لعملة واحدة، دخول هذا يعني دخول ذاك، من ثم أعتبر أن 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 أوكرانيا لأن هي جزء من الحلف الأطلسي لا ينقص سوى مشاركة الجيوش الأوروبية في الحرب، وهذا ما لا تريده أمريكا الآن، أو على الأقل ما تريده لجيشها. ربما قد تدفع بدول أوروبية أخرى مثل بولونيا ورومانيا ولاتفيا خاصة إلى أن تكون جزءا مباشرا من الحرب، ليس فقط على مستوى المد بالسلاح بل على مستوى الجيوش والتدخل العسكري المباشر. طيب أستاذ عبيدات، أنقرة تشترط تأييدها لانضمام السويد إلى حلف الناتو بانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، هل هذا يعني بأن طريق ستوكهولم أضحى معبدا للدخول الرسمي للحلف، شأنها شأن فنلندا برأيك؟ نعم، تركيا وأردوغان رفع الفيتو على انضمام السويد إلى حلف الناتو، ولكن لتركيا هناك اشتراطات في أن تكون جزء فاعل من خطط هذا الحلف، بالإضافة إلى أن يتم أن الاتحاد الأوروبي يعلن عن رفع الحظر عن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. ولكن لا أعتقد بأن انضمام السويد إلى الحلف سيكون هناك تغيير جوهري في إطار هذا الحلف. نحن ندرك تماما أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن ضم أوكرانيا عضو في حالة حرب، لأن ذلك يحتاج إلى تفعيل الفصل الخامس من نظام الفصل الخامس من ميثاق حلف الناتو العام 1949، باعتبار الاعتداء على أي دولة حلف في الناتو اعتداء على كل أطراف الحلف، وبالتالي هي لا تريد ضم أوكرانيا إلى هذا الحلف لأنها في حالة حرب، وهذا يعني بأن هذا ستنتقل إلى مواجهة مباشرة مع روسيا، ولذلك هي تريد فقط أن تضحي بالحلف الناتو وبالدول الأوروبية. ونحن ندرك تماما أن من يدفع الثمن هو أوروبا التي تعاني من أزمة الطاقة في ظل عدم توريد الطاقة الروسية إلى دول أوروبا، بالإضافة إلى أزمة الحبوب، والولايات المتحدة الأمريكية هي المستفيدة من هذه الأزمات التي ألحقت ضرر بالغ في الاقتصاد الأوروبي. وهناك اعتراضات واضحة من قبل ألمانيا على كانت فيما يتعلق بتسليم القنابل العقودية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية إلى نظام زيلينسكي، لأن ذلك من شأنه أن يجعل روسيا توسع من دائرة الحرب، بالإضافة إلى أن روسيا لن تسمح بأن يجري محاصرتها وإحاطتها بدول حلف الناتو. ولذلك أنا أتفق مع ضيفك ربما تكون بولندا وليتوانيا في أولويات الأهداف الروسية التي سيجري التعامل معها في إطار ما يقوم به الرئيس الأمريكي بايدن في تصغير الحرب ضد روسيا. طيب أستاذ رسم عبيدات، أستاذ نصر الدين بن حديد، أستاذ عبيدات تطرق إلى نقطة مهمة وهي قضية تخوف القادة الغربيين من خوض حرب مباشرة مع موسكو في حال انضمام قبول انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو. طيب انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو يعني وضعهما تحت المادة الخامسة للحلف، والتي تشير إلى أن أي هجوم على عضو واحد بالناتو يعني هجوما ضد أعضاء الناتو جميعا. هل هذا سيعزز من قدرات الجانب الأوكراني في حال قبول انضمامها، وبالتالي مواجهة مباشرة بين أعضاء الحلف وموسكو كما كان يتطرق إليه منذ قليل الأستاذ عبيدات؟ ما رأيك؟
أظن أن هناك دولة أوروبية الآن تستعد فعلاً على المستوى المباشر للدخول في حرب في أوكرانيا دفاعاً عن الرؤى الأمريكية للحلف الأطلسي. جميع الدول تريد أن تعاون بالسلاح والمال والخبرات والأمور الإخبارية أو عن مواقع الجنود، ولا تريد أن تشارك. لا أحد له القدرة أو الرغبة، رغم أن العديد أعلن أن كمية الذخائر المتوفرة في الغرب في تناقص شديد. لا أعتبر أن الحلف الأطلسي له القدرة على الدخول في حرب كلاسيكية، يعني عندما نقول حرب كلاسيكية في شرق أوروبا أو في أوكرانيا بالتحديد. ويجب أن نشير إلى نقطة هامة وأعتبرها شديدة الدلالة على الفكر الأوروبي أو الغربي الحاكم. عندما سقط شظايا صاروخ باتريوت في بولونيا بولندا، سارعت الرئاسة الأمريكية لاعتباره صاروخا روسيا، وأعلنت وتوعدت بأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة. بنتاغون سارع على تكذيبها ضمنيا اعتبار أنه شظايا الصاروخ سقط عن طريق السطح في بولندا. وبالتالي نرى القرار العسكري متأنن، لأن يعني القرار العسكري، العسكريين يفهمون ما معنى الحرب وما معنى الصراع الدموي وما معنى سقوط ضحايا من الجانبين، على خلاف القرار السياسي الذي لا يزال محصورا باعتبارات سياسوية، منها مكانة أوروبا ضمن العالم، ومنها مكانة أمريكا ضمن المجتمع الدولي. وبالتالي أعتبر أنه القرار العسكري الحاسم الذي ستتخذه أوروبا لن يزيد عن دعم أوكرانيا بالسلاح والمال والتكنولوجيا والمعلومات. ومن ثم أعتبر أننا لا دولة أوروبية، وأعيد وأختم بهذا، هي لديها الاستعداد الفعلي والفاعل ومن الذخيرة ما يكفي من السلاح ما يلزم للدخول في حرب فعلية ضد الاتحاد السوفيتي، عفوا ضد روسيا وملحقاتها من روسيا البيضاء وغيرها. طيب، فيما يتعلق بنقطة الذخائر، أعود إليك أستاذ راسم معبداد، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ستولتنبرغ قال اليوم الثلاثاء إنه يجب منع روسيا من الانتصار في الحرب، مشيرا إلى أن الحلف سيعمل على توفير الأسلحة والذخائر لأوكرانيا. هل يعني هذا إطالة أمد الحرب برأيك؟ نعم، هم سيسعون إلى إطالة أمد الحرب، وهم لم يتوقفوا عن تزويد أوكرانيا بكل أنواع السلاح، ولكن واضح أنهم من بعد الهجوم المضاد والذي كانت له دعاية كبيرة، لم يتمكن الهجوم المضاد التي قامت به أوكرانيا أن يحقق أي من أهدافه أو استعادة أي جزء من الأراضي التي أصبحت تحت السيطرة الروسية. وشاهدنا حجم الدمار الذي لحق بالدبابات والعربات المدرعة التي تم تزويد النظام الأوكراني بها. وبالتالي أعتقد جازما أن بعد هذا الفشل أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية لتزويد هذا النظام بالقنابل العنقودية، وهي بذلك تسعى في إعادة هيكلية حلف الناتو وإدخال أعضاء جدد من أجل إطالة أمد الحرب، وخاصة أن جزء كبير من الذخائر حتى في المخازن الأوروبية لم تعد تكفي لتزويد نظام كييف في تلك الأسلحة. ونحن ندرك تماما أن روسيا على مستوى الرؤوس النووية هي تمتلك 7500 رأس نووي، ومجموع ما تمتلكه الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية. ولذلك في إطار هذه المواجهة أنا أعتقد جازما أن بوتين لن يسمح بأن تطول المعركة طويلا بعد قرارات الحلف بضم السويد و أيضا سابقا فنلندا إلى هذا الحلف، وربما سيشن هجمات واسعة ستطال كما قلت لك النظام كييف بمعنى العاصمة الأوكرانية بشكل مباشر من أجل إسقاط النظام والتوسع باتجاه مهاجمة بعض الدول مثل بولندا وألمانيا وغيرها من الدول المحيطة بروسيا، لأن هذا كما قلت يشكل تهديد للأمن القومي الروسي وحدة وسلامة الأراضي الروسية. وروسيا لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بأن تعمل على محاصرتها أو إلحاق الهزيمة بها، وخاصة أن أمريكا جربت كل وسائل العقوبات الاقتصادية والمالية والدعم العسكري وبكل أنواع السلاح نظام كييف، وحتى
وجدنا أن الاقتصاد الروسي بدلا من الرهان على أنه ينهار، أن هذا الاقتصاد يزداد قوة ويستفيد من ارتفاع الأسعار فيما يتعلق بالنفط والغاز، بالإضافة إلى إيجاد قنوات. تفضل. نعم سيد عبيدات، أعود إلى الأستاذ نصر الدين بالحديد ونتحدث فيما يتعلق ب قضية الاعتداء على أمن ومصالح روسيا القومية. الكريملين قال اليوم بأن روسيا تراقب قمة الناتو عن كثب، وبخصوص انضمام السويد للناتو أكدت موسكو بأن تداعياته ستكون سلبية على الأمن الروسي، مشيرة إلى أن الرد على هذه الخطوة ستكون مماثلة لما تم اتخاذه بشأن فنلندا. ما رأيك؟ هناك نوع من الإجماع داخل العقل السياسي الروسي والعسكري على اعتبار أن الهزيمة ممنوعة مهما كان الثمن، والثمن هنا هو استعمال الأسلحة الذرية وأسلحة الدمار الشامل في موعدها. ميدفيديف قال مرة أننا لا نضمن الصفر، لا نضمن عدم الاستعمال ولا نضمن المئة استعمال الأكيد، ولكن تبقى درجة الحرارة متراوحة بين الصفر والمئة، لأن روسيا الآن وإن كانت خففت من حدة الإشارة إلى السلاح الذري والنووي وصواريخ عبر القارات، وكما قال الأستاذ راسم صار أكثر من 7000 رأس نووي، لكنها تعتبر ويعتبر الغرب أنها لن ترضى بالخسارة. السؤال هنا وأطرحه قد يكون مهما جدا، هي كيفية إخراج نوع من الاتفاق الذي يظهر الولايات المتحدة غير منهزمة ويظهر الروس غير منتصرة. بالتالي المسألة هنا هي في التقدير وفي الإخراج وفي التلاعب بالكلمات الدبلوماسية. الولايات المتحدة الآن تعتبر أنه كييف غير قادرة على الأقل على القيام بالهجوم المعاكس الذي سيحسن من شروط التفاوض. الولايات المتحدة تعلم يقينا أن الحرب هذه لم تمتد إلى سنوات، خطورتها على المجتمع الأوروبي وعلى المجتمع العالمي خطيرة جدا، واعتبر أنه دول مثل الصين تنظر إلى هذا الهجوم برغبة كبيرة، تعتبر نفسها القادمة ضمن عدد الهجومات الأمريكية، ومن ثم اعتبر أنه الآن نحن في لعبة تقديرات، واعتبر شخصيا أنه قرار مد أوكرانيا عند القنابل العنقودية ونوع من التهديد أكثر منه الفعل. حتى أنه اليوم سيد بن حديد في تصريح للرئيس الأمريكي جو بايدن قال فيه بأن بوتين يعتقد أنه سينتصر في تفريق دول الناتو ولن ينجح في ذلك. الدول الغربية منذ القرون الوسطى هي دول ذات أنانية. في أزمة كورونا ظهر كيف هناك عملية سطو على الأدوية وعلى التلقيح من بلد إلى آخر. لا أعتبر أنه فرنسا ستموت وستنتثر وستشعلها قنابل ذرية دفاعا عن أوكرانيا. أعتبر أننا الآن أمام عرس، حيث الكلام المجاني وحيث الكلام الدبلوماسي وحيث الكلام ليس له ثمن. كما قلت وأشرت، عندما عدل البنتاغون تصريح البيت الأبيض، العسكريون يفهمون ما معنى الحرب، العسكريون يفهمون ما معنى الصواريخ، سرعتها أقوى من سرعة الصوت، ومن تالي أعتبر أن العالم الآن أو الدول الكبرى يصدد البحث عن مخرج وعن مخرج يستطيع إخراج نوع من التوافق حول، كما قلت، أن الروس لن ينهزموا وأمريكا لن تربح. طيب أستاذ راسم عبيدات، الرئيس الليتواني دعا الدول الأعضاء إلى إبطال القانون التأسيسي للعلاقات والتعاون بين الحلف وموسكو، كما طالب بإنشاء قواعد عسكرية دائمة قرب حدود روسيا، وبالتالي ضرب الاتفاق الموقع بين موسكو والناتو ضربه عرض الحائط. الاتفاق الذي وقع عام 97 900 و1000، إلى ما يشير هذا أستاذ راسم عبيدات؟ نعم، هذا واضح تصعيد من قبل، لا ليس فقط من حلف الناتو، هذا التصعيد هو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. نحن كما قلت لك، الولايات المتحدة الأمريكية كانت طوال تلك الفترة وخاصة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي والحرب الباردة، هي تعتبر نفسها هي الشرطي على العالم، وبالتالي كانت هي تتدخل في الكثير من دول العالم وتقلب أنظمة، و كل أي نظام كان يخالف الإرادة الأمريكية أو يخرج عن الإرادة الأمريكية كان يتعرض إلى شن حروب أو هجمات أو تغيير النظام من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. فأمريكا هي من غزت العراق في عام 2003 تحت حجة وضراء امتلاك أسلحة الدمار الشامل، وهي تماما أن العراق لا يمتلك أسلحة الدمار الشامل، وحتى
قامت بالهجوم على العراق خارج إطار الإجماع الدولي واحتلال أراضيه، وحاولت كذلك مع فنزويلا تغيير النظام ما قبل نظام ماردو في عهد الرئيس الراحل الكبير تشافيز وغيرها من الدول التي تدخلت في أنظمتها وقلب تلك الأنظمة لأنها تشق عصا الطاعة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد بأن إذا ما انتصرت روسيا في هذه الحرب فهناك تحالف جديد اقتصادي وسياسي وعسكري يتشكل، هناك دول البريكس وانضماء التي نواتها روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا وكثير من الدول التي كانت محسوبة على المعسكر الأمريكي أو حلفاء أمريكا التقليديين مثل السعودية ومصر. استاذ عبيدات، في ظل هذه المعطيات التي تخوض فيها الآن باختصار، هل برأيك هذه الخطوات المتعاقبة من قبل الناتو ضد موسكو تعتبر استفزازا لروسيا أولا، وإلى أي مدى يمكن لروسيا أن تجابه سياسة جس النبض إن صح التعبير من قبل حلف الناتو؟ أستاذ عبيدات باختصار من فضلك تفضل. نعم، هذه عملية استفزاز مباشر من قبل حلف الناتو روسيا عندما يتم بناء قواعد عسكرية بالقرب من الحدود الروسية، وروسيا تدرك تماما أن هذا يشكل تهديد مباشر لأمنها القومي، ولذلك هي لم تسكت عن مثل هذه التهديدات. وكما قلت لك ربما روسيا في المرحلة القادمة عدا نشر الصواريخ النووية التكتيكية في بيلاروسيا وغيرها من الدول الحليفة الأخرى لها، ربما تكون هناك عمليات عسكرية ضد أي دولة من الدول الأوروبية التي تسعى إلى دعم مباشر لنظام كييف، وربما تكون بولندا واحدة من المحطات التي ستقوم القيادة الروسية بمهاجمتها في هذا الاتجاه. فروسيا لم تسمح بأن حق القيادة الروسية، الرئيس بوتين ورئيس الوزراء ميدفيديف قالوا بشكل واضح أن روسيا لن تنهزم ولن يكون هناك خسارة روسية لهذه الحرب. طيب الرسالة وصلت أستاذ عبيدات، نكتفي بهذا القدر. ضيفي من رام الله المحلل السياسي راسم عبيدات، شكرا جزيلا لك على التدخل، وستبقى معي الكاتب المحلل السياسي ضيفي من تونس نصر الدين بن حديد في الجزء الثاني من البرنامج نبض العالم، ما زال مستمرا معكم مشاهدينا، فاصل قصير ولنعود معكم. We'll be right back.